اهلا بحضراتكم ولكم التحية، وبتمنى كده كل يوم يعني قابل حضراتكم فيه يبقى عندنا خبر حلو ليكم. احدث خبر، ومنذ قليل سيادة الرئيس اجتمع مع رئيس الوزراء ووزير المالية، نتكلم من دقايق. وجه الرئيس السيسي بالآتي: رفع الحد الأدنى للأجور ل 2400 جنيه، زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه. كمان وجه سيادة الرئيس منذ قليل بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه. إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، علاوة أولى وعلاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنتكلم بنسبة 7% من الأجر الوظيفي. التانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. تكلفة قد إيه؟ تكلفة ب 17 مليار جنيه. كمان سيادة الرئيس النهاردة وجه خلال الاجتماع ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، ستة اللي جاي، وده علشان يحقق تحسن في أجورهم بقيمة إجمالية بتقدر بنحو مليار جنيه. تخصيص برنامج حافز مالي بقدر 1.5 مليار جنيه للعاملين اللي حيروحوا العاصمة الإدارية الجديدة بإطلاق الجمهورية الجديدة، وهي دي مصر. وبنقول إيه؟ عاش. حلوة قوي الأخبار الجميلة دي. تاني خليني أقول لحضراتكم نفس الخبر. النهاردة اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع دكتور مصطفى مدبولي وزير المالية، وأيضا مع وزير المالية دكتور محمد معيط. مستشار بسام راضي صرح بأن الاجتماع تناول الآتي: زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي 37 مليار جنيه، رفع الحد الأدنى للأجور ل 2400 جنيه، إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ودي بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، الثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية بنتكلم في حوالي 17 مليار جنيه، زيادة قيمة المعاشات بنسبة 13% ودي بتكلفة 31 مليار جنيه، ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، وده بما يحقق تحسن في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه. تخصيص برنامج حافز مالي بقدر حوالي 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة الجمهورية الجديدة. هي دي بدايات كده جميلة للجمهورية الجديدة. في فيديو في غاية الأهمية بمناسبة الجمهورية الجديدة، خليني أذيعه لحضراتكم وأعود وأتواصل معكم. مصر فيها 100 مليون، مصر كمان مساحتها مليون كيلومتر مربع، بس في حجم ضخم جدا من الأراضي إحنا مش عايشين عليه، ما خدناش بالنا على مدى 60-70 سنة فاتوا إن الكلام ده هيبقى ليه تأثير كبير جدا وخطير على حياتنا ومستقبلنا. لكن إحنا مش سايبين لا القاهرة ولا اسكندرية ولا بورسعيد ولا المحافظات، بنتحرك في كل القديم والجديد مع بعض عشان يليق بينا ويليق بالمصريين. يعني الموضوع مش مباني بس، لا، ده تطور كبير قوي احنا بنعمله، فأرجو ان احنا نستعد مفكرين مثقفين فنانين، ها
هذا الحدث الكبير ميلاد دولة جديدة بافتتاح العاصمة الجديدة. ميلاد دولة جديدة. إعلان جمهورية تانية. الجمهورية التانية وإعلان الجمهورية التانية والقرار اللي أنا قريته لحضراتكم عظيم جدا بمناسبة الترقيات، بمناسبة زيادة الحد الأدنى للأجور، بنتكلم في حوافز، بنتكلم في زيادة في المعاشات. إيه الجمال ده؟ ما شاء الله، ربنا يديمها علينا نعمة. ست النائب عصام هلال، مساء الخير يا فندم. ألو. ألو. أيوة. مساء الخير يا أستاذ عزة. مساء الفل. سمعني؟ طب تمام عرفت اخر قرار طلعه السيد الرئيس منذ قليل؟ انا مش هقول غير ايه الجمال ده، ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ اه والله ده رئيس الانسان، رئيس اللي حاسس بشعبه وحاسس بظروف ناسه ومقدر ظروف ناسه، مقدر التضحيات اللي قام بيها الشعب المصري خلال فترة. صحيح صحيح. واتذكر كده وانا يمكن كنا في لقاء مع حضرتك من فتره كبيره. ايوه. وكنا بنتكلم عن الاصلاح الاقتصادي وكلمنا عن الظروف اللي بيمر بيها وتحمل المواطن المصري. كل ما سياده الرئيس يذكر الاصلاح الاقتصادي لازم بيوجه التحيه للشعب المصري وبيشكره. هو كان راهن، هو الوحيد اللي راهن على الشعب المصري. صحيح صحيح. كلنا خسرنا. كنت عاوز اقول لحضرتك ان احنا ساعتها انا قلت لحضرتك احنا وصلنا الحمد لله تعالى لمرحله استقرار اقتصادي. أيوة. وبادئين في مرحله انطلاق اقتصادي اللي احنا شايفينه بقى على ارض الواقع الوقت ده. صحيح. مرحله انطلاق اقتصادي. نعم. بنبني في كل مكان في مصر. انشاءات في كل حته في مصر مش قاصره، في فتره من الفترات كان خطط التنميه بتبقى قاصره على مناطق يعني. لا. ايوه. حضرتك من اسكندريه لاسوان خطط التنميه شغاله فيها. شغال صحيح. الشغل المشروعات الكبيره العملاقه شغاله فيها، الجمهوريه الثانيه بدات ملامحها تظهر. أيوة. بدا المواطن يحس بيها وبدا المواطن يلقى الاهتمام الكافي بيه من قمه القياده السياسيه عنده الاستاذ الرئيس. صحيح. اللي حصل النهارده فعلا نكاد نقول انه فعلا احساس السيد الرئيس بشعبه. وطبعا وانا عارف ان في اكثر من لقاء السيد الرئيس يمكن بيقول مهما نعمل للمواطن المصري وعلى قدر تحمله في خلال الفترة الذي أنجح سياسة الإصلاح الاقتصادي هو الشعب المصري. صحيح. وتماسك الشعب. صحيح. المصري وتحمله واللي احنا شفناه الأيام دي دلوقتي ده نتيجة الإصلاح وتحمل الشعب المصري. يعني إيه عبء الإصلاح الاقتصادي ابتدى يظهر. أيوه. بالتأكيد. أي. بدأ يظهر في صورة اللي احنا شايفينه دلوقتي في توجيه السيد الرئيس في الموازنة العامة للرئيس السيد الرئيس الوزراء. أيوه. واللي شايفينه في صورة مشروعات بتتم لولاها ولولا سياسه الاصلاح الاقتصادي ما قامت، واللي شايفينه في تحمل الدوله المصريه وانها بتعدي في ازمه يمكن دول كتير وقعت فيها ويمكن دول كتير اتاثرت تاثر كبير جدا. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، هو ما حدش واقف على رجله الا احنا، يعني وده امام العالم. نعم. احنا لا، احنا الدول المعدوده في العالم كله اللي نسب التنميه فيه بتاعنا. يعني نعم. نسب على الرغم من الجائحه اللي احنا بنمر بها العالم كله. صحيح. والظروف الاقتصاديه اللي بيمر بها العالم كله احنا لا، في كل حته مشروعات، في كل حته شغل شغال، ونسب التنميه الحمد لله تعالى شايفينها بتبقى في علو، ده يوبقنا ان ان شاء الله تعالى الاخبار سيكون افضل. يا رب يا رب. شايف او بلاش شايف، نفسك في ايه في الجمهوريه الجديده؟ يعني نفسك مصر تبقى فين وازاي؟ نفسي تبقى حركة المواطن المصري تبقى بنفس حركة قيادته في الشغل. شايفين حركة قيادته. نعم. في الشغل، شايفين حركة قيادته وزعيمه عاملة ازاي. يمكن احنا كلنا بناخد الاجازات وبنقعد في بيوتنا وبنقعد مع عيلة، يمكن هو لا يمكن بيقصد يوم الجمعة بالذات تلاقيه بيلف طول الاسبوع وشغله. نعم. وحركته تلاقيه يوم الجمعة بيلف على المشروعات وبيتابع لنفسه أصغر المشروعات وأكبرها بيتابعها خطوة بخطوة. نعم. سيد السيد الرئيس في كل حاجة، احنا شايفين المسألة بقت قاصرة على موضوع برينو، لا بيفتح 1500 قرية، بيفتح مسكن لكل مواطن، الفايدة لسه من كام يوم تصل إلى 330% تقسيط. نعم. بيفتح مشروعات في كل حتة، يعني الحمد لله تعالى أنا شايف الجمهورية الثانية بدأت ملامحها تظهر اقتصاديا. بس اللي انا بقى بتمناه. ايوه. ان المردود ده او الحركه السريعه دي تبقى برضه نفس حركه المواطن المصري مع قيادته في التلاحم وفي العمل الجاد.
والعمل اللي هو ان شاء الله تعالى مصر بقى تتحط في وضعها اللي المفروض تبقى فيه. وحضرتك بتكلمني يا ست النائب، الاس ام اس جايه لي: تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، مصر الجميله ام الدنيا وسوف تظل كذلك. مصر مصر عظيمه، ولازم الشعب يكون خلف القياده السياسيه ومحدش يشكك في اي حاجه ليها علاقه بالمشروعات، لان ده مش كويس لينا كمصريين. ده اس ام اس جايه لي من الشرقيه، يعني اقصد الناس نفسها. الحمد لله يا رب ابتدى، ولسه كمان بعد قرار سيادة الرئيس منذ قليل ده بزيادة الحد الأدنى والمعاشات وكل الأشياء الجميلة دي، المردود على المواطن المصري هيبقى واضح جدا. هو زي ما احنا قلنا ان الأستاذ الرئيس راهن على المواطن المصري، يمكن هو الوحيد اللي راهن على المواطن المصري ورهانه نجح، وانا متأكد ان شاء الله على المواطن المصري هيفضل قيادته بتماسكه وبوقوفه خلف قيادته بالعمل. والعمل الجاد والعمل، لان كل اللي احنا شايفينه وكل المؤامرات اللي بتحق بمصر وكل المكاسب بتحق مصر لن يحبطها الا صمودنا وعملنا وتقدمنا. هو ده يمكن شفنا والخريطه قدامنا ومش محتاجين نبرها. دول العالم اللي كانت حوالينا او الدول اللي كانت حوالينا اللي كانت بتتباهى العداء لمصر، ادينا شايفين هي اللي بتزحف نحو مصر وبتتمنى الوقت رضا مصر. الحمد لله تعالى مصر بقيادتها العظيمه بقوتها، لان قوه الدول دايما بتقاس بمكانتها وفي نفس الوقت بتقاس بقوتها الاقتصاديه. صحيح. احنا رقم مهم في معادلات حل كل المنطقه وكل كل مشاكل المنطقه. يعني ما تتحلش الا بقوه مصر. يا رب يا رب كل الخير لمصر وللشعب المصري يا رب. بشكرك يا ست النائب، بشكرك شكرا جزيلا. البنك المركزي كمان وفر، ضمن الاخبار بقول لحضراتكم، البنك المركزي كمان وفر 1.2 مليار جنيه لحل ازمه مصانع السيراميك والبورسلين مع شركات الغاز. عايز اقول لحضراتكم الجمهوريه في عدد النهارده الصبح جريده الجمهوريه: اعدام ديون 320 الف مزارع قيمتها 660 مليون جنيه، اعفاء 320 الف مزارع وضخ 4.5 مليار جنيه. ده الكلام اللي كان في اجتماع سياده الرئيس مع طارق عامر رئيس البنك المركزي. ست نائبه اميره صابر، مساء الخير يا فندم. الو. أيوة. الو. مساء الفل عليكي، اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. شايفه ازاي تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين شايفين ازاي قرار سياده الرئيس النهارده وتوجيهه بزياده المرتبات لجميع العاملين بالجهاز الاداري، رفع الحد الادنى للاجور، زياده المعاشات وزياده الحافز الاضافي لكل المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الحمايه المدنيه؟ شوفي يا فندم، اي حد يعني التنسيقيه الخدمه المدنيه اي كيان سياسي هيشوف ده طبعا بشرى ساره جدا، وهيشوف ده هام وضروري، لانه لا يخفى على احد انه الفتره اللي فاتت كانت ضاغطه، واغلب الناس تحملت يمكن ساعات فوق طاقتها كمان. يعني من اجل ظروف قارصه مر بيها الوطن والهيكل الاقتصادي. فلما نبدا نشوف النهارده انه في هذه الزيادات لما بنتكلم عن رفع حد ادنى للاجور، فده يعني هيؤثر في قطاع كبير جدا جدا. ده ايه العظمه دي؟ طبعا طبعا احنا بنتكلم في تقريبا الضعف، مش كده ولا ايه يا امير؟ رقم طبعا رقم كبير ابدا. الزياده رقم قليل ابدا. واتمنى ان تبقى هي زياده فقط ولا يصاحب ده اي زياده في اي اسعار او اي تحميل على المواطن. اتمنى فعلا ان المواطن يلمس. صحيح. ان هذه الزياده مؤثره وفرقت ليه هو. صح جدا، صح جدا. النقطه الثانيه، يعني احنا بنبقى فعلا سعداء جدا جدا كل من يعني بامر هذا الوطن، لما بنشوف مشروعات انتاجيه، لما بنتفائل انه في المستقبل ان كنا تحملنا بعض الاوقات الصعبه هيبقى ده له اثر حقيقي ومردود يخلي المواطن في هذه البلد يشعر بالفارق. فيعني كل ما يبقى فيه دلالات انه في اتجاه لمسار افضل، كل ما خدمات الصحه والتعليم، وده يمكن جه في البيان بتاع المتحدث الرسمي النهارده انه كمان في توجيه بانه خاصه الاطباء والمعلمين يكون في نظر لكوادرهم الوظيفيه واجورهم. ده مهم جدا واساسي ومؤسس لاي وطن يعني بيتحرك لقدام.
الجمهوريه الجديده شايفاها ازاي؟ مصر الحديثه، مصر لما الجمهوريه الجديده شايفاها ازاي؟ والله لسه كنت بكلم حضرتك، نفسك يعني ايه؟ كل ما نلاقي انه مستوى جوده الخدمات ومستوى ما يقدم للمواطن مش مختلف من المحافظات المركزيه للمحافظات الحدوديه لغيرها، وانه الحركه مصر كلها الخريطه وعرضها، نعم، ده شيء من الجمهوريه اللي. لما بنتكلم على مساحات اوسع لاشراك الجميع، مساحات اوسع لحريه التعبير، لما بنتكلم على اصلاح سياسي، لما بنتكلم على حياه حزبيه سليمه، دي جمهوريه جديده. نعم. يعني انا ارى انه كلنا محتاجين نشوف ادوارنا في هذا النسق، نشوف ايه اللي ممكن نعمله. اعلامي كان، سياسي، صحفي، معلم، كل واحد عنده دور. صحيح. كل واحد قد يسهم انه هذه البلد تكون في وضع افضل مرورا يعني. وكلنا عندنا دور، وحان الوقت ان ده يبقى مشروعنا، هو الحفاظ على مصر، نخلي بالنا من بلدنا. ده في غايه الاهميه، ده دور في غايه الاهميه. لا يخفى على احد انه نسب الفقر دي لازم تقل، لازم الخدمات جودتها تتحسن، لازم ندخل تكنولوجي وكل منظومه الحوكمه والتكنولوجيا في كل ما يسهل حياه الناس. يعني نستفيد من كل ما هو مطروح بحكم اننا النهارده في 2021، والتنميه المستدامه واجنده مصر 2030 لازم كل واحد يعني يسعى ان هو ينفذها. عايز اقول لحضرتك ان قضايا التنميه واللي احنا بنتكلم فيه ده كله متصل ببعضه. حتى لو ربة المنزل وهذا المواطن البسيط مقدر مثلا ان هو يوفر الطاقه. اللمبة الموفرة دي هي مؤثرة في الإنفاق على الطاقة في البلد كلها، وموفرة على جيبه ده حلو. بالزبط. بشكرك ست النائبة، بشكرك شكرا جزيلا. دكتور فخري الفقي، مساء الخير يا فندم. يا فندم أهلا بيكي. أهلا بحضرتك، أهلا بحضرتك. الاقتصاديين والدكاترة المتخصصين بيبقى ليهم رؤية تانية، بمعنى احنا طبعا فرحانين جدا، أنا فرحانة جدا 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 لكل الناس اللي هتستفيد من هذا القرار، سواء اللي هيترقوا واللي هيستوفوا كل الاشتراطات بتاعتهم في 30/6/2021 السنة اللي احنا فيها، سواء بنتكلم على الحافز المالي اللي هيروح بيه، اللي هيروحوا العاصمة الإدارية، رفع الحد الأدنى للأجور، كل دي أخبار حلوة قوي بالنسبة لنا، لكن الاقتصاد بيشوفها إزاي؟ دكتور فخري قول لي. بصي يا سيادتك، ده يعني مبادرة يعني كلنا يعني بنسعد بيها، لأن بتصب في البعد الاجتماعي ومش كده وبس، في البعد الاقتصادي كمان ما ننساش. تمام. يعني أولا من ناحية إن هي تتكامل سعر الحد الأدنى للأجور. بصي هي باكج كده حلوة قوي. يعني نعم. تحس إن كله مستفيد. تحسين سعر الحد الأدنى للأجور. تحسين مستوى معيشة مواطن 2400. الحاجة الثانية وهي الموظفين اللي هم مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لأن الأجر الوظيفي بتاعهم يعني أعلى من الموظفين غير المخاطبين. فده بياخد 7% من الأجر الوظيفي العالي المرتفع بتاعه. ده بالنسبة للموظف الثاني اللي هو بيمشي على الأساس القديم بتاع زمان، فبيديله كام؟ بيديله 12%. فده يعني ده زي ده بالظبط. وبالتالي لما الاقي عددهم كام بقى؟ دول 6 مليون بمن يعلوهم، نضرب في 5 يبقى حوالي 30 مليون مواطن. تتكلم في 30 بمن مليون بمن يعلوهم يا فندم؟ بمن يعلوهم؟ خدي كمان معاهم المعاشات. لسه كنت هقول لحضرتك المعاشات. عفوا دكتور فخري، حطوا لي الاسم اسعد على الشاشه من فضلكم النهارده الاثنين، ونتلقى شكاوى الناس علشان نساعد الناس اللي عندها اي مشكله. نساعد. اتفضل يا دكتور فخري. في عندي اصحاب المعاشات 10 مليون صاحب معاش. تمام. فانا بمن يعلوم هو وزوجته مثلا ومعاهم لسه حد ما اتجوزش من ولاده، يبقى بنتكلم في افريج قد ايه تقريبا؟ 30 كمان 3 في 10 مليون صاحب معاش، يبقى 30 مليون. وال 30 اللي هم الموظفين سواء مخاطب او غير مخاطب بقانون الخدمه، اسره 60 مليون من الشعب المصري. يعني احنا بنتكلم في 60 مليون بني ادم من الشعب المصري، ممكن يوصل ل 65 بمن يعلوهم طبعا. نعم احنا بنقول بالتقريب طبعاً هيستفيدوا طبعاً من قرار اللي تم منذ لحظات. ايوه. الحاجه اللي هي ده بيتكامل معايا، لو نبص كده يعني نلاقي المبادره بتاع المركزي امبارح، المحافظ الرئيس لما قعد مع السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي
وانه حوس حتى المواطن يسكن في بيته ملكه ويقول له صحيح. انت ممكن تشتري بيتك على وتقسط على 30 سنة ب 3% 3% عمره ما حصلت يا فندم. 3% يعني ده مصاريف إدارية صحيح. فبيقول له انا بقول لك خد يعني اشتري بيتك اهو على 30 سنة. فبالتالي في انا معاك انا معاك على قد مستواك وفي كمان عندي في الحاجة الثالثة يا فندم وهي يعني مبادرة اللي هو تنمية الريف المصري. ايوه صحيح. 4500 قرية زائد 35 من التوابع والعزب إلى آخره. شوف يعني ما سابش حد خلال 3 سنين المفروض ده هيتصرف عليهم تقريبا ما يقرب من يعني يعني أكثر من نص تريليون جنيه مصري. أيوه. بحيث إن كمان حياته في الريف مش مجرد الحضر والمدينة لا. صحيح. فده كل حاجة تفرح. و وكل يعني دي في متكامله كلها مع بعضيها كلها متكاملة, متكامله وفي نفس الوقت وعد انت اقتصادي بنمي ده اللي عندك تطوير الريف المصري ده هيحرك كل الانشطه الاقتصاديه نقله تانية في حته تانية لا والمصانع بتاعه تشتغل كلها سواء كانت مصانع من كل يعني سواء اسمنت وحديد وكله كله يا فندم كل الانشطه دي كلها عشان بتعيدي يعني بناء القرية المصرية مرة ثانية. نعم صحيح. كل ده بيتكامل وبيته صحيح. بيشتري على 30 سنة زي ما قلنا قبل كده بفايدة 3% فايدة مخفضة يعني اجتماعي وبعد اقتصادي في نفس الوقت دي ربنا الاقتصاد يقول ايه بقى كده. لا ده يحرك للاقتصاد ده من ضمن الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي مش مجرد اقتصادي بزيادة الاعباء طبعا. نعم. شعب مصر مشكورا شال عبء الاصلاح الاقتصادي صحيح سنة 16 ويمكن لحد النهارده لكن آن الاوان ان هو بقالنا دلوقتي 3 سنين بيجني الثمار. نعم. اللي هو ثمار الاصلاح ما نقدرش كنا ما كناش نقدر نعمل ده كله بدون ما يكون في استقرار امني وسياسي طبعا واستقرار اقتصادي كمان طبعا احنا في حالة استقرار اقتصادي. نعم. الحمد لله الامور الاقتصادية مستقرة طبعا واحدة واحدة بتحسن مستوى نقدر ما نلاقي التضخم 5% اللي هو الغلاء يعني 5% سنوي أيوه. انا بديله 12% فالاثار بتاكل اللي هو الاس ام اس دكتور فخ العلاوة الخاصة نعم بقاله حاجة ايوه انا معاك انا معاك ومركزة بس عايز اقولك على حاجة كمان الاس ام اس بتقول يعني زيادة قيمة المعاشات بنسبة 13% حالة هتختلف عن زيادة معاشات يوليو دي هي هي 2021 لا هو كانت هتكون كام؟ في يوليو اللي جاي؟ 13% ما هو السنة اللي احنا فيها اللي هتخلص في يونيو اللي جاي الميزانية تخلص يونيو 30 يونيو اللي جاي احنا خدنا 14% ايوه احنا دفعنا او يعني 0.5% للبعد الاجتماعي من نعم. المعاش والموظفين دفعوا 1% فهي قريبه من بعضيها كان السنه اللي فاتت 14% ايوه يشيل منها 0.5% يبقى 13.5% في الموازنه الحاليه الموازنه الجديده هتاخد 13% بس من ايه؟ 13% من المعاش اللي ارتفع بالفعل نعم المبلغ فبيزيد يعني افضل من السنه من حيث المبالغ يعني ايوه افضل حاجه بسيطه من السنه اللي فاتت وهو احسن طبعا لما الاقي انا النهارده 13% صحيح والاسعار بتاكل منها 5% معدل التضخم أيوة. يبقى لي حاجه على الاقل صحيح 5% مستوى معيشتي بالظبط لكن قبل كده بتحرير سعر الصرف سنه 17 و16 أيوة. معدل التضخم يا فندم 30% فلما حتى اديله علاوه 20% مثلا ايوه لو اديته 20% وده برضه الاسعار بتاكل منها 30% لكن النهارده الاسعار بتاكل من العلاوه بتاعتي 5% اللي هو معدل التضخم الحالي 5% نعم وده بجهد الاصلاح الاقتصادي نزلنا الغلاء اللي هو من 30% نزلناه بالسياسه الناديه للبنك المركزي نعم السياسه الحكيمه مع السياسه الماليه مع السياسه الناديه للبنك المركزي ويعني بيلجم التضخم ومع وزاره الماليه بالتنسيق عاوزين بيلجموا التضخم لحد ما نزلوه من 30% ل 5% يا فندم نعم صحيح وبالتالي هنا المواطن في غلاء ما هو الغلاء اللي هو بنسميه معدل التضخم ده كويس بالنسبه للمنتج حتى أيوه. على الاقل يعني لا حاجه يكسبها خمسه أيوه. زياده في الاسعار أيوه. في نفس الوقت انا بدي الموظف علاوه يعني تزيد عن الزياده في الاسعار يعني تفوق الزياده في الاسعار صحيح بقى الموظف حاجه تبقى ايه هو ده الزياده الحقيقيه في الاجور نعم. الزيادات السنويه نعم انا بدي لك 12%
الاسعار هتاكل منها في خلال السنه 5%. تعالى احس فيها حال يتحسن. صحيح. اللي اقصده انه يعني اعتقد انه كل دي مسائل بتصب في خانه انه البعد الاجتماعي ده مهم جدا في الفتره الحاليه، لان المواطن عاوز يحس انه يجني ثمار الاصلاح اللي هو تاب دي فتره 16 لحد سنه 19. هو من اهتمامات سياده الرئيس واضح كده البعد الاجتماعي عند للمواطن المصري. وخدي بقى العلاج، العلاج ده احنا في قلب، شوف الزيارات دي في قلب ايه؟ في قلب ازمه فيروس كورونا اللي العالم كله عنده مشكله تداعياتها السلبيه. ده في دول يعني قفلت طبعا الانشطه، قفلت بعض الانشطه. صحيح. وتعاني معاناه شديده وبطاله بتزيد في العالم. الحمد لله يعني شعب مصر بيحاول ان هو يعني يتبع التدابير الاحترازيه. ده ضروري، ده ضروري يا رب في هذه الحاله. لكن انه يعني ونتمنى ان هذه الجائحه ان شاء الله باذن الله خلال العام النص الثاني تخف يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. اللهم امين، اللهم امين. بشكر حضرتك دكتور فخري، بشكرك فندم، شكرا جزيلا. احنا بنتكلم برضو يا جماعه لازم نحط في اعتبارنا الدوله نفسها هتتكلف كام، كل الارقام دي مكلفه الدوله كام، ما ننساش ده واحنا بنحسبها كده لازم عشان نبقى شايفين الناس بتمشي ازاي، الرؤيه رايحه فين، وجهه النظر عامله ازاي. لا لازم تبقى واخد بالك من الحاجات اللي بتحصل دي. ست النائب احمد سمير، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، اهلا بيك يا فندم. تابعت طبعا التوجيه اللي وجهه سياده الرئيس النهارده لدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ودكتور محمد معيط وزير الماليه، بنتكلم في زياده الحد الادنى للاجور، بنتكلم في حوافز، بنتكلم في زياده في المعاشات، شايف ده ازاي؟ الحقيقه يا فندم هو النهارده صدرت مجموعه من القرارات يا فندم اللي بتمس المواطن اللي بيشتغل في الجهاز الاداري للدوله وبالتالي بعدها والمعاشات يعني بالظبط والمعاشات. أيوة. النهارده شفنا يا فندم زياده الحد الادنى للاجور من 2000 ل 2400 جنيه، يعني زياده حوالي 20%. الزياده ده هي زي ما حضرتك كنت بتتكلمي وكنت سامع مع فخري بيه هتكلف الدوله قد ايه؟ تقريبا هتكلف الدوله في الموازنه العامه اللي هي 2021 22 37 أيوة. مليار جنيه. ايوه. اقرار علاوتين بحوالي 7.5 مليار جنيه يا فندم. نعم. العلاوه الدوريه للموظفين المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه ب 7% من الاجر الوظيفي. والعلاوه الثانيه للموظفين او العاملين بالدوله غير المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه، يمكن هم يمكن اجورهم عشان اقل شويه، فبتكون النهارده بنسبه 13% من الراتب الاساسي. نعم. شفنا كمان حافز اضافي للمخاطبين وغير المخاطبين. ايوه. بقانون الخدمه المدنيه بحوالي 17 مليار جنيه. زياده المعاشات، قيمه المعاشات بنحو 13%. بتكلفة 31 مليار جنيه. هيترقى الموظفين اللي استوفوا اشتراطات الترقية في 30 يونيو 21، ده برضه هيزود لهم تحسن في الأجور بتاعتهم بقيمة يمكن هتتجاوز المليار جنيه. نعم. وشفنا تخصيص برنامج أو حافز مالي بقدر 1.5 مليار جنيه للعاملين اللي منقولين للعاصمة الإدارية علشان يعني ممكن هو يكون هيبقى عندهم بعض الأعباء اللي هتبقى مضافه اليهم. نعم. للعاصمه الاداريه. نعم. الاجمالي حوالي احنا بنتكلم النهارده في 100 مليار جنيه على الموازنه. أيوة. لو رجعنا بالتاريخ من بدايه الاجر الاساسي سنه 81 الرقم ده كان 25 جنيه. أيوة. الحد الادنى للاجور 25 ايه؟ 25 جنيه يا فندم الحد الادنى للاجور سنه 81. والرقم قعد بيزيد بيزيد بيزيد. نعم. يمكن في 2011 كانت الاجور حوالي 89 مليار جنيه من الموازنه العامه للدوله. نعم. السنه اللي فاتت كانت حوالي 340 مليار جنيه. تمام. النهارده احنا بنتكلم على المردود على المواطن المصري. ده شيء عظيم. نتكلم كمان زي اقول لحضرتك على حاجه ست النائب، احنا بنتكلم كمان من لما كان سياده الرئيس مجتمع مع طارق عامر رئيس البنك المركزي، الاعفاء 320 الف مزارع من الديون دي هتسقط. تمام. قيمتها 660 مليون جنيه. تمام يا فندم. ايوه. تمام. ايوه. لو حضرتك اتكلمتوا فيها او ما اعرفش اتكلمتوا فيها بالتفصيل ولا حاجه عشان احنا كنا في اجتماع اللجنه فما طلعت. يمكن المزارع يعني كان في النهارده بعض
الأعباء اللي كانت عليه خلال السنوات اللي فاتت. نعم. علشان يقدر ان هو يطلع منتج. فكان في بعض الأوقات بيضطر ان هو يعني بعد ما بيزرع الزرعة بتاعته ويحصد ويقدر ان هو يباعها. نعم. كانت الحقيقة ممكن في بعض أوقات كتيرة ما بتكفيش او ما بتحصلش التكلفة الفعلية لإنتاجها بالنسبة له. نعم. فتكبد منهم العديد يعني من الخسائر في الزرع بتاعه. فأنا النهاردة لو ما عملتش حاجة زي ده هيتلقي لفظة يعني اجتماعية بعد اجتماعي من سيادة الرئيس. النهاردة هو هيشتغل في ايه؟ ما أنا النهاردة بالنسبة لي ممكن يروح يشتغل في حاجة تانية، أو النهاردة ان هو يتخلى عن جزء من أرضه يباعها. هيبقى ليها بعد تاني، أبعاد اجتماعية تانية. صحيح. يعني صحيح. ما اعتقدش ان احنا محتاجين ان احنا ندخل فيها في الموضوع دوت النهاردة. عايز احافظ على الفلاح المصري، عايز افضل احافظ على الرقعة الزراعية اللي موجودة عندي، عايز احافظ على السلع اللي المنتج الغذائي اللي بيجيلي. صحيح. فده اعتقد صحيح. ده كان توجيه من البنك المركزي. يمكن البنك المركزي زي ما حضرتك مرة سمعت الجزء من المداخلة اللي قبلها على موضوع 3% بالنسبة للمشروعات الصغيرة. أيوة. حقيقة كل العوامل دي اعتقد انها يعني هتحرك برضو الاقتصاد اكتر واكتر، بالذات القطاع الخاص اللي هو في الاخر الناس يا سيادة النائب بعتلي على الاس ام اس بتقولي واخبار القطاع الخاص ايه؟ القطاع الخاص فندم بالتبعية فندم بيزود تلقائي، يعني هو بالتبعية بيزود تلقائي. ده على مسؤوليتك انت مش على مسؤوليتي انا. لا على مسؤوليتنا يا فندم. هم بيزودوا فندم في عمالين يقولوا عمالين يقولوا اخبار القطاع الخاص ايه على الاس ام اس؟ بيزودوا. حد ياخد الاس ام اس يا جماعه؟ بالظبط يا فندم، بيزودوا في يناير، ما بيزودوش يعني، بيزودوا معظم الناس بتزود في يناير الادوات الدوريه. وفي قانون كمان بينظم كده يعني. فهم اصلا بيزودوا يعني ايه، يعني كل واحد على حسب مقدرته بقدر يزود النهارده من 7% ل 15% حسب القانون وحسب مقدره الشركه اللي هو اللي هو اللي هو فيها. أي. قادر ان هو يزود او لا. نعم. بشكرك بشكرك يا ست النائب، بشكرك فندم، شكرا جزيلا. في انتظار عندي كلام تاني، لكن ما ينفعش يوم الاثنين ده. احنا بنوعد حضراتكم بال المداخلات والاس ام اس، ومعايا حالتين النهارده. يعني اولا لازم اقول مبروك على كل المستفيد النهارده من قرارات سياده الرئيس، مبروك عليكم كل الزيادات وكل الاستفاده دي. خليني بس اخد التقارير، عندي تقريرين الحقيقه، لانه الحالات اللي اتبعتت لي كتير، فعندي حالتين، الحالتين في غايه الاهميه ومهم جدا ان احنا ازاي نقول للناس ان احنا حاسين بيكو واحنا معاكو طول الوقت. التقرير الاول، انا يعني شاب في عز شبابه خريج كلية هندسة، يعني هو بالورم اللي عنده ومع ذلك كمل وبيكمل، بيقعد على الكمبيوتر وبيشتغل وبينجح في كلية هندسة رغم ان هو عنده مشكلة غير طبيعية في عينيه، شكل الورم غريب جدا. وأحمد انا بتمنى لك الشفاء ويا رب ربنا يشفيك ويعافيك حبيبي. تعالوا نشوف التقرير ونعود ونتواصل مع حضرتكم، نشوف الحالة. الموضوع كان بالنسبة لي يعني أنا من الثانوية العامة بدأت ألبس كاب طبعا، لأن الورم في أورتي بدأ يبان وبدأ يعني شكله مش لطيف، فاستمرت في لبس الكاب لحد ما اتخرجت. كنت بلبس كاب كل يوم، أول ما بخرج من باب الشقة بكون لابس كاب يعني. بس في المذاكرة طبعا كنت بواجه صعوبة جدا، لأن مع ضغط المذاكرة وضغط الامتحانات كان بيحصل ضغط الدم بيزيد، فبيعمل لي صداع جامد جدا، فكنت بتعب طبعا وكنت بواجه صعوبه في المذاكره. بس بعد ما خلصت بقى ودخلت هندسه الحمد لله الموضوع كان بدا يزيد بقى، وما كانش ينفع عشان ضغط الدراسه وكده. كانت عيني مفتوحه بس كان في توظم فوق العين وفي الجبين،
قال لي لا احمدي ربنا على كده وسيبيه. الكلام ده كان في تقريبا 2014 تقريبا فالمهم بقى ايه سكتنا، قلت خلاص نبدا بنصيبنا وطالما عينيه مفتوحه وما فيش حاجه، وقال لي عشان ممكن الحقن ده هيسبب له عمى. سكتنا وقعدنا بصينا لقينا ان العمليه عملت التضخم عمال يزيد والعينيه بقى تورم، يعني التضخم بقى يزيد في العين وفي القول. يتعالج عشان خاطر يعيش حياته زي بقية زمايله وزي بقية الناس. يعني هو دلوقتي طالب خريج هندسة مهندس زي الفل، قاعد في البيت في السرير، لا بيعرف يمارس حياته زي الناس ولا بيعرف يطلع ولا ينزل. ويعني طبعا حالة مقدراني ومقدرة برضه ومقدرة اخواته، كلنا مقدرين عشان ومتضايقين عشان. ونفس طبعا عنده حلم ان هو يبقى يتخرج ويشتغل ويتجوز ويبقى له حياه. وطبعا مع الحياه الظروف اللي هو فيها دي تدرب الحياه بالنسبه له واقفه، وقفت كده. فاحنا بنتمنى من الله ومن الساده المسؤولين يعني ان هم يهتموا. هو كل ده انا بطلب، هو يعني مؤمن وبيصلي وبيقرا قران وراضي بنصيبه وراضي بقدر، هو راضي بقدر الحمد لله على كل شيء. يا رب ادعي رب تهلي. احمد اصرار، اللي عجبني في احمد اصراره، متخيلين شاب في السن ده واصراره انه يكمل رغم الظروف اللي انتوا شايفينها دي ويبقى حلم هندسة. واحمد حاولت تتصلنا باحمد بمامة احمد، سيادة الرئيس استجاب حالا على علاجه كل الاحتياجات اللي عايزها احمد عشان يكمل مشواره كشاب ويعيش حياته حياة طبيعية جدا زيه وزي اي شاب. ربنا يبارك فيك سيادة الرئيس يا رب، ودايما كده مطبطب على الناس وربنا يكبر بخاطر سيادتك جابر الخواطر، ربنا يكبر بخاطر جابر الخواطر يا رب كده وينصر مصر بيك يا رب يا رب ان شاء الله. حاولوا يا جماعة تكلموا لنا مامة احمد او مامة احمد او احمد نفسه علشان نبلغه بانه سيادة الرئيس استجاب لعلاج الحالة وكل الحاجات اللي عايزها احمد، كل حاجة عايزها احمد طالب الهندسة هتتحقق له. فارجوكوا كده نحاول نتواصل. احمد اللي معانا ولا مين؟ ربنا يبارك في سيادتك سيادة الرئيس يا رب. احمد اللي معانا ولا مين يا جماعة؟ ها؟ والدته. تمام، مساء الخير يا فندم. مساء الخير. والدته حضرتك والدته مامة احمد. انا عايزه اقول لحضرتك سياده الرئيس استجاب لكل الطلبات اللي انت عايزاها انت واحمد. الله يخليك، متشكره قوي يا استاذه عزه، متشكره قوي. ده يعني حضرتك تشكريه، هو انا ما عليا غير ان انا متشكره قوي الرئيس، مشكور طبعا شكر جامد جدا جدا جدا. ويا ريت يعني الموضوع ان شاء الله ان شاء الله يا حبيبتي عشان خاطر بس مستقبله ان شاء الله. احمد جنبك؟ ايه احمد عندك؟ هو بس نايم جوه في الاوضه. هندهله؟ لا تصحيه بقى. طبعا ده انت تجري يعني تصحيه دلوقتي. هيصفروه يا استاذه عزه؟ هيصفروه يا فندم. سياده الرئيس امر دلوقتي وكل التوجيهات دلوقتي بتحصل انهم هيتواصلوا مع حضراتكم عشان تحقيق كل اللي احمد عاوزه. الله يبارك لك. الله يبارك لك يا ربنا يبارك له هو يا رب. يا رب يبارك له. الله يخليك. يا رب يبارك له. يعني ادعي لسياده الرئيس، ادعي لسياده الرئيس، خلي الدعوات ليها فتحي فيه سبب. كان نفسي اوصل له من زمان، والله نفسي اوصل له من زمان. ربنا يبارك له. هو سامعك، هو سامعك دلوقتي. الصحه والعافيه يا رب يخليه لينا، وانا عارفه ان هو بيهتم بالحالات دي والله. اللهم امين. والحمد لله ان ربنا استجاب لدعايا وحقق لي الامنيه دي حبيبتي. بتمناها والله يا استاذ عز حبيبتي، وامنيتك اتحققت اهو وان شاء الله. الحمد لله. ديني صحيتي يا احمد ولا لسه؟ هو معايا. قوم يا احمد.
يا على احسن خبر يصحى عليه احمد دلوقتي واصراره وحلمه انه هو يكمل. هو ده يا جماعه، هو ده انه يكمل ويكمل هندسه ويقول المذاكره كانت تقيله عليا لكن كمل وسياده الرئيس يشوف الحال. الو يا احمد. صحيناك يا احمد معلش. بس لا انا عايزه اقول لك انه سياده الرئيس استجاب للحاله بعد ما بعت لك الكاميرا بعد ما انت تواصلنا مع بعض وامر دلوقتي حالا بتوجيهات وكل احتياجاتك يا احمد هتتحقق ان شاء الله. انت جميل وشاب جميل ونموذج للاصرار. تسلم يا ربنا يخليك يا رب. ربنا الدعوات ليه، هو انا ما عملتش حاجه. شكرا ليه وشكرا ليك والله. الله يخليك. اهتمام الرئيس بالشباب ولو حد عنده مشكلة بيحاول بقدر الإمكان وبكل الطرق حلها. أعتقد يا أحمد أنت كنت بتحلم بيوم زي ده، وربنا يا رب حبيبي تم شفاك على خير يا رب. يا رب. أنت نفسك بقى تشتغل فين بقى؟ يعني نفسك تشتغل فين بقى أما تقوم بالسلامة كده وتبقى زي الفل؟ يعني في اي شركه تشغلني في المشاريع اللي موجوده دلوقتي. مشاريع انت متابع المشروعات العظيمه اللي بتحصل في مصر يا احمد؟ اكيد طبعا اكيد. يعني اقصد رغم مشكله العين والورم اللي على عينك انت متابع كل ده، بيهمك تتابع ده؟ اكيد. حبيبي انا مبسوطه قوي ان انت كنت بتتمنى وبتحلم بحاجه زي دي انت وماما وتحققت الحمد لله. الحمد لله. ربنا يتم شفاك على خير يا حبيبي يا رب. يا رب يا رب يا احمد يا رب. ربنا يبارك في سيادتك سياده الرئيس. ويعني احساس شاب زي ده واحساس ام وهي كانت بتتمنى وبتحلم على انه ابنها يشوف ويعيش حياته زيه زي اي شاب، حاجه زي كده تسعد اسره بحالها تسعده وتسعد جيرانه وقرايبه كل شيء. يعني ربنا يا رب يبارك في سيادتك وينصر مصر بيك يا رب ان شاء الله يا سياده الرئيس. إيه خلينا انا بس عايزه البار كده ويعني والشكر لسياده الرئيس على الاستجابه. يعني الحقيقه الخبر بيقول انا عندي اخبار لكن كمان عندي تليفونات في غايه الاهميه وعندي ناس بعتالي اس ام اس وما بين جوابات. إيه مهم جدا ان احنا يعني الناس دي نرد عليها. أستاذ محمد العرابي بيقول لي إن هو تقدم بطلب لاستخراج بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم بكل الأوراق والإشاعات والتقارير الطبية، وتم مراجعة الأوراق بتاريخ 31/6/2020 ولغاية دلوقتي ما استلمش البطاقة. يعني أنا بحاول أتواصل مع حد علشان ده محتاج إنه حد يقف جنبه. الناس انا وعدت الناس ان انا بقول الرسائل بتاعتهم اس ام اس كل شويه برسائل كمان التليفونات، بس كمان لازم تتوقعوا لازم تبقوا عارفين انه اللي بيحصل انه الوزاره او المكان الخاص بمشكله حضراتكم بيتابع. من المفروض ان هو بيتابع، المفروض ان هو بيعمل استعلام لو حد عايز حاجه ويشوف الحاله الاساسيه بالفعليه. مجموعة كبيرة قوي من الناس دي حاجة ليها علاقة باسكندرية، فأنا بأرجو من محافظ اسكندرية أو نائب المحافظ كل المختصين الحقيقة أنه الشكوى دي شكوى بسيطة. أنا عايز أقول لحضراتكم أنها شكوى بسيطة جدا لكنها عاملة إزعاج غير عادي لمجموعة ناس كتير. أنت بتتكلم في تقريبا أكتر من 50 أو 35 أسرة عارفين المشكلة في إيه وهم عمالين يبعتوا طول الوقت على الاس ام اس. بيبعتوا ايه؟ بيبعتوا انهم اولا هو خمسة شارع خليل حسن خليل جليم رمل اول اسكندريه وكل الجيران. هم طبعا قالوا لي بلاش تقولي اسمنا وانا لازم احترم ده علشان ما حدش يضطهدنا او ما حدش يعرف ان احنا اللي بلغنا الشكوى دي. عارفين الموضوع كله ايه؟ الموضوع كله والناس دي زعلانه من ايه؟ عندهم كافيتيريا في الدور الارضي، كافيتيريا دي شغاله 24 ساعه والمترددين على الكافيتيريا دي وانا مش هقول اسمها، الناس بتقول لي انه من فضلك دول بيشتغلوا 24 ساعه بيحرم على الكبار كبار السن النوم ان هم يعرفوا يناموا كويس، ودول ناس كبار واصحاب مرض.
الحاجة التانية بيقول للأسف إنه كتير من المترددين عليها من الشباب والبنات في مشاجرات كتيرة بتحصل بينهم وصل لحد السيوف والسنج، فمن فضلكم احنا خايفين على أطفالنا وخايفين على التلفظ اللي هم بيتلفظوا بيه أثناء الخناقة، لأن كل ده أشياء خدشة للحياة. بصوا مشكلة بسيطة بس عارفين بتؤرق كم أسرة، يعني تخيل لما مشكلة بسيطة زي دي تتحل ويتشاف إذا كان معها تصريح ولا مش معها تصريح. الناس وصل بيها الكرم، الناس اللي متضايقة من ده واصل بيها الكرم بتقول أو على الأقل نبهوا عليهم يقفلوا الساعة 8 عشان نعرف ننام. ده كرم من ناس ليها مطالب، قول حضراتكم أكتر من 35 شكوى. الناس عايزة تتابع يا جماعة الخدمات المتكاملة والبطاقة بتاعتهم ما وصلتش، من حقهم ان هم يطلبوا ده، ودورنا ان احنا نقول للمسؤول من فضلك حقق ده. حاجة تاني، الحاجة سيهان بعتالي بتقولي مدام عزة ارجوك يا بنتي دار السلام التابعة لمحافظة القاهرة قمة في البلطجة والمخدرات والزبالة، والله العظيم وما فيش حد بيسأل عنا خالص لحل المشكلة دي، ارجوك اتوسل اليكي مش عارفين نعيش فيها اقسم بالله العظيم. هي انا بتكلم في ايه؟ انا بتكلم في انه في شكوى لمواطن ما فيهاش مشكلة انه المسؤول يشوف شغله. انت لو شفت شغلك كمسؤول تخيل بقى انت بتتكلم في كام اسرة هتبقى مرتاحة وتحس ان المسؤول بيدور على راحتها. عشان كده بقول كل واحد فينا لازم يعمل اللي عليه، كل واحد فينا لازم يشوف شغله. دي دار السلام. عندي الشكوى المقدمة وايضا من تليفون اخره 56 37 ومركز وادي النطرون بالبحيرة، ما عندوش معاش تكافل وكرامة، بيقول أنا محتاج معاش تكافل وكرامة. بيقول أنا عايش في شقة من حجرتين، أنا وزوجتي وتلات ولاد، مراحل تعليم مختلفة، شقة مبنية بالطوب والسقف معرض للوقوع في أي وقت، وما عنديش أي عائل يعول بي أسرته، أي عائد يعود على أسرته، ولا يوجد لدي أي مدخل رزق. تقدمت الشكوى والتظلم لمعاش تكافل وكرامة. ده يستحق معاش تكافل وكرامة ولا لأ؟ المسؤول اللي يرد علينا عشان نريح المواطن. عايز أقول لحضراتكم إنه الشكاوى اللي بتيجي والله لو خدنا بالنا منها كمسؤولين هنوفر على أسر كتيرة قوي الشكوى، بس إحنا نعمل اللي علينا بالظبط ونعمل شغلين نتقي الله في شغلنا مش اكتر. شكوى تاني ايضا عايز معاش تكافل وكرام، استاذ عبد الحميد عبد الحميد مرجان عايز تكافل وكرام. طب ما يعني احنا هنبعت الشكاوى دي للمسؤولين، ومن حقنا وحق المواطن على المسؤول انه يرد على الناس دي يقول له حضرتك تصلح فيدي له معاش تكافل وكرام، حضرتك احنا بعد ما عملنا استبيان او استعلام لقينا ان حضرتك ما ينفعش ليك معاش تكافل وكرامة، بس نرد على المواطن ونحترمه. مش متعودة اعمل حالتين، لكن فكرت وانا بعد ما بعت الكاميرتين ان انا طب ازي حلقتين ولا مزعشي، فلقيت ان انا مش هقدر اصبر للاسبوع اللي جاي، حتى لو الاسبوع اللي جاي مفيش حلقات، لكن مش هقدر اصبر على الحالة التانية دي ان انا ما ازعقش. زعنا الطفل عفوا الشاب احمد طالب الهندسه واستجاب سياده الريس، الحاله دي من الشرقيه، زايد الطفل اسمه زايد عمره 5 سنين وعنده مشكله صحيه، خليني اعرضها على حضراتكم واعود واتواصل معكم. بدأت معاناتها مع أول فرحة أرسلها لها القدر بعد أن علمت أنها وضعت توأم، ما إن لبثت فرحتها تتلاشى بعد أن لاحظت أن طفلها لا ينمو بشكل طبيعي ولا يستطيع أن يتكلم أو أن يمشي على قدميه مثل أقرانه، ولتبدأ رحلتها ما بين العيادات والمستشفيات. إذا
زايد لاختي توأم، اكتشفنا ان هو مش بيزيد في الوزن واخته هي اللي بتزيد، واختي اتكلمت ومشت وهو ما اتكلمش ولا مشي. عرضت على دكاتره كتير، واحنا مستشفى الحسين الجامعي في القاهره انا حجزت بشهر. قالوا لي حدايق، هما في الاول قالوا لي عنده سوء تغذيه، وبعد كده عملت اشعاعات على المخ ورنين وكده، قالوا لي لا الاشعاعات مش فيها حاجه وهي سليمه. بعد كده اكتشفت ان هو على طول بيعيط ولا بيعرف ياكل زي الاطفال، ولا بيعرف يمشي ولا بيتكلم، اخته بتمشي وتتكلم وهو ما بيمشيش. رجعت تاني المستشفى، الدكتور رياض الجندي حولنا على المستشفى، قرر اشعاعات وتحاليل، وبعدين لما رجعت شافها قال ان هو عنده تاخر عام كامل في العمر مع وظائف الحركه والادراك، وعنده حاجه اسمها شلل دماغي. ابو الطفل المسكين ده بيشتغل باليوميه ما بيجيش اللي كل شهر مره، بيصرف علاجه صعب جدا، الناس كلها بتساعد زايد ومفيش حاجه خالص. محمد عبهادي بيصرف على 3 بيوت، عنده اخت كبيره عايزه تتجوز مش قادر يجهزها، الحياه هنا صعبه جدا ومش قادرين نصرف عليه. فبنعمل بالبرنامج ده اللي هو يوصل لكل الناس، للدكاتره للمسؤولين للمحافظ للوزيره لاي حد، اللي هو يوصل يعيش زي اي طفل، عشان انت شايف امه تعبانه جدا وابوه تعبان جدا، وانت شايف الحياه بقت صعبه. وتصف والده زايد معاناتها مع طفلها بالرحله الشاقه، حيث ان ثمن الدواء لطفلهم يعد باهظا ولا يستطيعونه في ظل ما تعانيه الاسره التي يتغيب عائلها شهرا كاملا عنهم ليعود لهم بمبلغ قد يكفي بالكاد لإطعام أطفاله وأمه وإخوته، وليقضي معهم يوما واحد ثم يعود ليعمل من جديد. أنا نفسي أن ابني يمشي ويتعالج زي أخته، نفسي أن هو يتكلم ونفسي أسمع كلمة ماما زي أي أم. لك أن تتخيل أن دي حالة زايد الطفل الصغير اللي محتاج يعيش، وهي كأم نفسها تسمع كلمة ماما منه. الحالة صعبة، الحالة صعبة. الأب بيشتغل عامل باليومية، بيروح الشرقية يوم واحد علشان يبص على ولاده وعلى أسرته. راحوا لكذا دكتور على قد حلهم، راحوا لكذا دكتور، لكن هم نفسهم إنه الحالة إيه، يعني حد يشيل من على عاتقهم زي ما بنقول كده، لأنه عامل باليومية، تكاليف العملية أو تكاليف العلاج. لو ما كناش هنقف مع بعض في حالات زي دي، وإحنا كمصريين كده نبقى واقفين جنب بعض طول الوقت، لازم حاجة تبقى الناس حاسة ببعضها، الناس بتطبطب على بعض، المسؤولين ياخدوا بالهم من انه في حالات يا جماعه احنا محتاجين نحس بانه، او الناس تحس بانه في حد شايفهم، في حد سمعهم من المسؤولين. والله 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 الرسائل جايه شكر لسياده الرئيس طول الوقت على استجابات ناس ملهاش علاقه بالحاله، لكنها بتشكر سياده الرئيس على الاستجابه للحالات اللي هو بيستجيب ليها. فده شيء عظيم جدا 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 يعني. وبالمناسبة تحيا مصر، صندوق تحيا مصر بيقدم الحقيقة، يا ربنا يبارك له، بيقدم حاجات كتيرة جدا جدا للمواطن المصري. النهاردة صندوق تحيا مصر كان في الفيوم وبني سويف بمناسبة العيد القومي للمحافظتين، وقدم حاجات كتيرة جدا. بنتكلم بقى على حياة كريمة، بنتكلم على شغل كتير قوي، خلي الأستاذ محمد مختار هو اللي يتكلم عنه. أستاذ محمد مساء الخير يا فندم. أستاذ محمد، ألو أستاذ محمد مختار. ألو. أيوة أستاذ عزة، مساء الخير. مساء الفل عليك، سامعني؟ أنا سامع حضرتك كويس. أصل إحنا من أول الحلقة كده أخبار جميلة، وسيادة الرئيس بنتكلم في زيادة في معاشات وزيادة مرتبات واستجابة لحالة أحمد، فالحمد لله يا رب. أنا قلت بقى نكملها في الطريق الجميل ده كيوم الاثنين يعني. أستاذ محمد، عملتي إيه النهاردة؟ قول لي كصندوق تحيا مصر.
طيب يعني احنا دايما بنحاول نشارك اهالينا في كل المحافظات اي لحظه ممكن ندخل بها السعاده على عدد من الاسر، خاصه الاسر الاولى بالرعايه على مستوى المحافظات. نعم. النهارده احنا حاولنا ان احنا يعني قدمنا اولا تهنئه هديه محافظه زي الفيوم وبني سويف ذكرى العيد القومي لكل محافظه بيتزامن يوم 15 مارس. أيوة. فاستعرضنا كل المبادرات اللي احنا اشتغلنا فيها خلال الفتره اللي فاتت، بالاضافه نعم. طبعا ان احنا حاليا شغالين في تكثيف فيما يتعلق بمبادرات الحمايه الاجتماعيه سواء في تجهيز العرايس او في رفع كفاءه المنازل المتدهوره، بالاضافه لتوفير المواد الغذائيه، خاصه حضرتك عارفه احنا داخلين على شهر رمضان ده وده بيشهد الحقيقه مجهود مكثف من الصندوق كل سنه. ايوه، هتعمل ايه في رمضان بقى؟ في رمضان مجهز ايه للناس؟ طيب يعني إيه حضرتك عارفه رمضان شويه بيرتبط بتوفير المواد الغذائيه بالاضافه للملابس اللي بنقدمها خلال فتره العيد، بالاضافه عشان العيد الفتيات الاولى بالرعايه. يمكن احنا السنه دي ان شاء الله هنظهر بشكل مختلف. السنه اللي فاتت احنا كنا بندشن مجموعه من القوافل اللي بتجيب كل المحافظات في مكان واحد. نعم. السنه دي باذن الله احنا هنروح بنفسينا لكل بيت، يعني مجموعه من المتطوعين على مستوى ال 27 محافظه طرق الابواب معانا. مظبوط كده. الله. برضو يمكن احنا الفتره اللي فاتت رفعنا كفاءه 2600 منزل على مستوى المحافظتين. احنا بنكمل في البرنامج القومي لتنميه الريف مع كل اجهزه الدوله. نعم. فاحنا المبدا الاساسي اللي عندنا ان احنا بنحاول اي مناسبه هنقدر نسلك فيها الناس هنسعدها، زي ما حضرتك استعرضتي كده خلال بدايه البرنامج مجموعه من الاخبار السارة ان شاء الله. باذن الله الفتره اللي جايه هتكون فيها مجهود مكثف من الصندوق ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. وقلت لنا على حاجات تجهيزات كل رمضان، وان شاء الله يا رب رمضان كده يبقى جميل على كل المصريين يا رب، وكل اللي محتاج حاجة تتحقق له يا رب إن شاء الله إن شاء الله. دوركم عظيم وشغلكم عظيم، ويا جماعة أرجوك عشان كده أنا بقول لكم نتكلم. أنت عندك المبادرة الرئاسية نور حياة لسيادة الرئيس، بنتكلم كمان على مبادرات رئاسية كتيرة جدا جدا حصلت كمان تحقيقها في الفيوم وفي بني سويف بمناسبة العيد القومي ليهم. بتتكلم في أطفال، بتتكلم في 100 مليون صحة، بتتكلم في رفع النهاردة الحد الأدنى والمعاشات، وحافز اللي حيروح العاصمة الإدارية الجديدة، حافز مادي، بتتكلم في جمهورية جديدة بشكل جديد يعني ربنا يا رب يتم كل الحاجات دي على خير يا رب. بشكرك أستاذ محمد، بشكرك شكرا جزيلا. هختم ب الخبر الآتي: رفض عربي وحزبي لبيان مجلس حقوق الإنسان، زيارات للبرلمان العربي للكونغرس والبرلمانات الأوروبية لتوضيح دور مصر في مكافحة الإرهاب. النواب والشيوخ قالوا على هذا التقرير أنه مسيس ويتضمن ادعاءات مضللة، و34 حزب قالوا أنه بيحمل شبهة إخوانية لازم ترحلوا. أنا بتكلم هنا المجلس النواب مجلس الشيوخ، أرجوكم رحوا لهم في عقر دارهم وردوا عليهم بالوضع الحالي في مصر. إيه؟ عرفوهم أضعف الإيمان مصر من 2013 كانت إزاي بالورقة والقلم وبالصورة وبالصوت، ودلوقتي في 2021 مصر بقت إزاي. ده مطلوب من كل مسؤول في مجلس النواب، كل من هو في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، في عقر دارهم وروهم مصر كانت ازاي في 2013 والان اصبحت ازاي. زي ما بقول لحضراتكم خدوا معاكم كل ما هو صوت وصوره. بشكر حضراتكم، بشكر سياده الرئيس لاستجابته لحاله احمد، واشوف حضراتكم بكره على خير ان شاء الله، مع تحياتي عزه مصطفى، والى اللقاء.